السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2020-2021. المباريات بالنسبة للجولة الثالثة هتبدأ بإذن الله تعالى يوم السبت القادم 26/9/2020 أو 26 سبتمبر 2020. أول مباريات معانا يوم السبت 26/9، مباراة برايتون أمام مانشستر يونايتد. مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون معادها الساعة 1:30 ظهرا أو 1:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 11:30 صباحا بتوقيت جرينتش. باقي التقييمات هقولها في آخر فيديو بإذن الله تعالى. عندنا بعد كده كريستال بالاس هيلعب أمام إيفرتون الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، الساعة 2 ظهرا أو 2 مساء بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة طبعا لمانشستر يونايتد أمام برايتون هتكون بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2. كذلك القناة الناقلة لإيفرتون أمام كريستال بالاس بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2. تشيلسي هيلعب امام ويست بروميتش البيون الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4:30 مساء بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2. وبرنلي هيلعب امام ساوثهامبتون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش. والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2 فقط. يوم الاحد 27/9/2020 ليدز يونايتد هيلعب امام شيفيلد يونايتد الساعة 1 مساء او 1 ظهرا بتوقيت مصر، الساعة 11 صباحا بتوقيت جرينتش. القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2. توتنهام هيلعب امام نيوكاسل يونايتد الساعة 3 مساء بتوقيت مصر او 3 عصرا، والساعة 1 ظهرا او 1 مساء بتوقيت جرينتش. والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2. بعد كده مانشستر سيتي هيلعب امام ليستر سيتي الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 3:30 مساء بتوقيت جرينتش. والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2. وبعد كده ويست هام يونايتد هيلعب امام ولفرهامبتون الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش. والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2 فقط. طيب بعد كده اخر مباراتين عندنا يوم الاثنين 28/9/2020 في الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز. مباراة فولهام امام استون فيلا ميعادها الساعة 6:45 دقيقة مساء بتوقيت مصر، الساعة 4:45 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش، يعني 7:15 مساء بتوقيت مصر و 5:15 مساء بتوقيت جرينتش. والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 2. واخر مباراة معانا هي مباراة ليفربول امام ارسنال، مباراة قوية جدا جدا بصراحة. والمباراة ديت بالنسبة لليفربول امام ارسنال ستذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2، ومعادها بإذن الله تعالى الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش. دي كده التوقيتات. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. خلينا نقول مثلا مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون هي ميعادها كان في الفيديو 1:30 مساء صح كده بتوقيت مصر وليبيا والسودان، ده في الفيديو. لو زودت ساعة على التوقيت اللي موجود في الفيديو يعني بدل ما هي 1:30 هنا هتبقى 2:30 مثلا، ماشي كده 2:30 مساء، ده هيبقى توقيت يعني انك تزود ساعة، ده هيبقى توقيت العراق والسعودية ومكة المكرمة والكويت وقطر والبحرين واليمن وبلاد الشام. لو زودت ساعتين على توقيت الفيديو يعني بدل ما هي 1:30 تبقى 3:30 ساعتها، ده توقيت الامارات وعمان. لو قللت ساعة من توقيت الفيديو يعني بدل ما هي 1:30 هتبقى 12:30 اللي هي 12:30 يعني منتصف النهار ظهرا، ده هيبقى توقيت تونس والجزائر والمغرب. لو قللت ساعتين هتبقى 11:30 صباحا، تمام، ده هيبقى توقيت جرينتش وموريتانيا. الكلام ده بقى نفذه مع باقي التوقيتات. اشترك في القناه فعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.